أنا اسمي عامر، طالب توجيهي صناعي. أنا اسمي براءة، طالب التوجيهي IT. أنا اسمي أسيل، طالب التوجيهي علمي. أنا اسمي هديل، طالب التوجيهي صناعي. أنا اسمي نادين، طالب التوجيهي IG. طموحي بالشفاء، رح أكون قصة نجاح لغيري. طموحي أصير دكتورة أسنان، أصير مهندس، أساعد غيري زي ما ساعدتني مؤسسة مركز الحسين للسرطان. ما بقدر، رح أفشل، متردده وبخاف أجرب. هاي الجمل لازم نمحيها من حياتنا ونثبت للعالم إنه الحلم رح يجي له يوم يتحقق. العزيمة، الإصرار، الإرادة، هاي هي أسلحتنا عشان ندمر السرطان. حنحاول ونحاول ونحاول، مش ممكن السرطان يوقفنا. بشكر الناس اللي دعمتني، بشكر المعلمين اللي ساعدوني بدراستي، أنا بشكر أهلي وأصحابي.